عزيمة وإصرار، وقت وجهد، وبطموح لا يحجبه سحاب يسطرها الطبيب المعاق بالشلل النصفي الدكتور سعد العتيبي، الذي حول كرسيه المتحرك إلى كرسي نجاح يلهم به من حوله. في عام 2012 كان الجو غيم، طلعت أنا وصاحبي نتمشى في الأمطار، تمام؟ فجانا مطر شديد، لقيت بين السيارة وتقلبنا، طبعا طار صاحبي من السيارة وطرت أنا بعد. أنا طرت وطحت جالس، تمام؟ سبب لي هذا الشيء أنه عندي ثلاث فقرات، واحدة تهشمت، واحدة انكسرت، واحدة طلعت من مكانها ضغطت على الحبل الشوكي. طبعا هذا الشيء حسب الدراسات اللي قريتها أنه تأخير الضغط على الحبل الشوكي، تمام، يسبب اللي هو نقص الأكسجين أو نقص التروية عنه، تمام، فمن أحد أسباب الشلل. طبعا أنا بعد الحادث قعدت سنة كاملة أتعالج طبعا في كذا مستشفى، من ضمنها مدينة الأمير سلطان. طبعا رحت هناك، لما دخلت مدينة سلطان وشفت الناس كل واحد عنده طموح، تمام، فأنا بي طموح، فقلت ما في إلا المكان ذا بيثبت لي اللي قاعد يصير، بيخليه عندي طموح أكبر، تمام، فهذا اللي خلاني أدخل كلية الطب. دور الجامعة بدأ من يوم قبلوني، ما قصروا معي بولا شيء. طبعا السبب الرئيسي بعد الله سبحانه بتخرج هي الجامعة، لأن إحنا أول دفعة فكانوا يبغون أفضل دفعة. أبوي كان كل فترة يجي يعطيني بس يشوف نظرة، إنه مو بإنه بيطمن أو شيء، لا، إنه حاب هذا الشيء، حاب إنه بنقف في الطب، كلية الطب، وبنه بيكون طبيب، فيجي يشوف. ما كان يجيني يسألني وش ناقصك أو وش تبي أو وش ساعدك، لا، بس يجي يعطيني نظرة، حتى وأنا في المحاضر ألمح أبوي برا القاعة طالع فيني ويمشي، مع إنه بعيد يعني 100 كيلو يبعد عن الكلية، فكان دايم يجي كل فترة ألمح، حتى هو ما يبيني أشوفه، بس يجي يطمن، وزي اللي تقول يشوف نظرة، ياخذ فخور إنه ابنه طبيب ويمشي. طبعاً يوم التخرج كان يوم عظيم، احتفلوا بي كلهم، لكن فرحة أهلي فيني مو ما أقدر حتى أوصفها لكم. أنا الآن ما قدرت أفهمها، شيء فوق استيعابي، تمام. كانوا فخورين جداً، تمام. والدي توفى قبل لا أتخرج، أسأل الله يرحمه، تمام، هذا كان دافع إني لازم أكمل، لازم أتخرج. اختار القلوب البريئة ليستكمل تعليمه وتدريبه في تخصص طوارئ الأطفال بمستشفى اليمامة بالرياض. لما خلص وأخذ وأفحص الطفل اللي معه وأخذ تاريخ المرضي كامل، وأقول له خلاص خروج، يوقف، طالع فيني يقول لي، يعني أكثر شيء أسمع أمانة، يعني يقول دكتور أنت ألهمتنا، أنت ما قصرت، أنت طبعا كثير أسمعها الإعاقة في العقل في الجسم، الإعاقة للعقل، فدكتور أنا يوم شفتك هنا اليوم تغيرت نفسيتي، انبسطت، أنا جاي بعالج بنتي، أنا اللي طلعت متعالج، يقوله، فهذه كثير أسمعها.